السلام عليكم. النهارده ان شاء الله حاول افهم الناس اللي مش عارفه ايه فكره انجلش عربي وليه يتسمى بالاسم ده. مبدئيا معنى اسم انجلش عربي انك تتعلم اللغه الانجليزيه باستخدام اللغه العربيه. طيب وجا منين الاسم ده؟ الاسم ده جاي يعني قاعده طويله ونظريه يعني ناس كتير اختلفوا فيها، وهل يجوز تعليم اللغه العربيه؟ أو هل الأفضل، بلاش هل يجوز، هل الأفضل تعليم اللغة الإنجليزية باستخدام لغة بسيطة ولا باللغة الإنجليزية مرة واحدة؟ هو في الموضوع ده آراء كتير أوي، آراء كتير اتكلم فيها يعني علماء أفاضل وناس كتير. أنا بتبنى وجهة النظر اللي بتقول إن لا يمكن تتعلم لغة إنجليزية أو لغة عموما من غير لغة بسيطة. بس ده بيترتب عليه مبدئيا إن أنت محتاج تعرف يعني إيه لغة. هل اللغة هي الكلام؟ يعني هل اللي جاي يدرس لغة إنجليزية هو شخص جاي يدرس إزاي يتكلم؟ فهو لو جاي يدرس إزاي يتكلم يبقى فيه لغات تانية غير الكلام، زي الإشارة وزي الصور وغيره وغيره وغيره. أنا حطيت بعض الهيدلاينز اللي احنا نمشي عليها واحدة واحدة عشان برضو التفسير ما ياخدش مننا وقت كتير. قلنا خلاص الاسم جاي منين؟ جاي من فكرة إن أنت تعلم حد لغة إنجليزية باستخدام لغتك العربية ولغته هو الدارس الوسيطة. طب هل فعلا يمكن تعليم اللغة الإنجليزية باللغة العربية؟ يمكن، بالعكس ده الأفضل. ليه ده الأفضل؟ لأن ببساطة أنت مش هتقدر تدخل على طالب. أنا دلوقتي الناس المبتدئين اللي المفروض هعمل معهم كورس، لو أنا دخلت أكلمهم بالإنجليش هو ليها ترجمة من الاثنين، يا أنا داخل أتكبر يا إما هم فاهمين. مش يعني ده الغالب اللي هيحصل، لكن محتاج اتكلم معهم بلغتهم الاول، ادي لهم الاساسيات اللي يقفوا عليها، وبعدين ابدا اقلل الاساسيات اللي هي اللغه الوسيطه دي واحده واحده، وبعد كده ادخل في اللغه الانجليزيه باللغه الانجليزيه. وده المتابع يعني في المنهج اللي انا عملته اللي هو منهج انجلش عربي ده. طيب في اراء طبعا مضاده للموضوع ده، وبيتسندوا على كم نقطه كده معينين هنحب نفندهم مع بعض على اساس برضه يبقى الكلام مسند وله ادله. النقطه الاولانيه اللي معظم الناس بيتكلموها، ازاي انت بتقول ان احنا نعلم حد باللغة العربية؟ في أكاديميات كتير بتعلم الطالب اللغة العربية باستخدام اللغة العربية بس. طبعا أنا عندي سؤال، الأكاديميات دي هتقول للطالب يفتح الكتاب إزاي؟ يعني مش هخش على جمل بقى فيها abstract nouns أو كلمات معنوية غير محسوسة زي الحياة والحرية، لا خليني في كلمات محسوسة خالص. الطالب اللي قاعد مع المعلم، طالب الأعجمي اللي قاعد مع المعلم ده، المعلم محتاج يقول له افتح الكتاب، يعمل ايه؟ هيدخل على جوجل عشان يجيب صوره للكتاب، يعني مثلا عشان اعرفه ان كلمه بوك اللي هو مش عايز يقولها اسمها الكتاب. طيب مش كلمه بوك دي او صوره الكتاب دي مش لغه بسيطه؟ طيب هيشاور له يجيب له كتاب في ايده كده ويعمل له الاكشن ده، طب مش الاكشن ده لغه بسيطه، لغه الاشاره؟ طيب بما ان المعلم ده مجبر على استخدام لغه بسيطه عشان يوصل معلومه تفتح الكتاب، اذا الافضل انه يقول له افتح الكتاب open the book. ليه؟ لان ده اسرع طريقه هتعلم بيها حد، ان انت بدل ما اقعد الف وادور عشان اوصل لك المعنى اللي انت اصلا يعني هاخد مثلا 3 دقائق عشان اجيب لك صوره وابين لك ان معناها الكتاب، وبعدين احاول اقرب الفيرب ليك ان كلمه ده يعني معناها يفتح، في حين ممكن يبقى معناها يتعجب، معناها يحرك ايده، واخد وقت الطالب عشان يستنتج. طب هيت ذا بوينت على طول، اقول له ان open the book، افتح الكتاب. هترد وتقول لي طيب ما احنا كده هيتعود الطالب على النقطه دي، ما هو لازم يتعود على النقطه دي واحده واحده وتبدا انت تنزعها منه، وهي دي المنهجيه اللي انت المفروض تعرف تستخدمها. طيب اتفقنا ان هيستخدم لغه وسيطه المعلم، فبما انه يستخدم لغه وسيطه يبقى اسرع حل انك تدي له المعنى اللي انت عايزه. طيب في حد تاني هيقول لك ان الاطفال بيتعلموا بدون لغه وسيطه. الحقيقه اللي وجهه النظر دي غريبه خالص، لان الطفل متعلم فرد في وسط معلمين جمع. يعني الطفل ده ما بيتعلمش من حد لوحده، ده بيتعلم من المجتمع كامل، بيتعلم من امه ومن ابوه ومن الناس اللي بيشوفها في الشارع ومن الكرتون اللي بيتفرج عليه، وكل الحاجات دي شامله نواحي اللغه اللي احنا اتكلمنا عليها من لغه مرئيه ولغه مسموعه واشاره وغيره. ففي الحقيقه هو عنده صفتين، عنده لغات وسيطه كتير جدا، مامته بتقول له مثلا يلا على الحمام، هو لا يعرف يعني ايه يلا، ولا يعرف يعني حرف الجر على، ولا يعرف يعني ايه الحمام، لكن الاشاره اللي هي عملتها والكلمه اللي هي قالتها ربطت في دماغه حاجه باللفظ اللي اتقال ده، يلا على الحمام اتربط بالعامله دي،
والعملة دي لو بص الناحية اللي هناك هيلاقي مكان اللي هو الحمام، وهيلاقي برضو من هنا للحمام باب، وهيلاقي عمود، وهيلاقي كنبة، وهيلاقي حاجات مش هيبقى عارف الجملة دي بتساوي أي حاجة فيهم. هتاخد أمه من إيده وتوديها على الحمام، فيعني مبدئيا هيحاول يقول احتمال يكون الجملة دي بتساوي يلا على الحمام. بعد فترة من الزمن يلا على الحمام وعملت نفس الأكشن، المرة الثالثة يستنتج إن يلا على الحمام هو ده المعنى بتاعه. فالطفل نفسه بيستخدم اللغة الوسيطة ولكن بشكل مكثف أكبر بكتير من البني آدم. عشان كده الطفل بيتعلم بشكل، خلينا أقول، أنا مش عايز أقول أسرع لأن أنا مش مقتنع بالفكرة دي، وعلى قناعة إن الشخص الكبير يتعلم أسرع من الطفل، وده فيديو يعني لموضوع تاني. ولكن الطفل يعني بيتعلم لأنه عنده الوسط اللي حواليه كله عبارة عن معلمين، كل الوسط اللي حواليه. النقطة التانية، نقطة التعليم الجمعي للفرد، ده نقطة عبقرية، وهي دي النقطة اللي بيستدل بيها برضو، أو اللي هترد على الاستدلال الثالث للناس اللي بتقول طيب ما أنا عندي شخص بيروح بلد أجنبي ما يعرفش ولا كلمة، وبعد فترة معينة بيتكلم اللغة بتاعتهم بدون ما هم يكونوا بيتكلموا لغته هو، يعني هم مثلا فرنسيين وهو سافر فهيتكلم فرنسي أكيد طبعا، قولا واحدا طبعا، لأن دول نفس فكرة الطفل، إن أنت رحت مجتمع كامل، مجتمع أنت فيه فرد، فأنت لو عندك بديل إنك هتتكلم هتستخدم اللغة الوسيطة هتستخدمها، وهتستخدمها لانك تروح للراجل بتاع الاكل هتقف قدامه عايز تاكل، مش هتعرف تاكل، مش هتعرف تقول له انا عايز حاجه كلها، فهتشاور على الاكل وعلى بقك فانت جعان، هيحاول هو مو متخيل انه يقرب لك الامور ويكلمك هل انت عايز اكل باللغه الفرنسيه، فطبعا انت مش فاهم هو بيقول ايه، هتلاقيه بيشاور ازيك على الاكل فهتقول له ايوه، لو نفذ الاكشن اللي انت متخيله يبقى هو ده الجمله اللي هو قالها، وهتبني اللغه بنفس الطريقه اللي الطفل بيبني بيها اللغه بتاعته، فاصبحت انت كشخص عايش في بلد بتتبع نفس طريقه الطفل، وعلى فكره دي انجح طريقه. بس مش تقدر تجيب معلمين كتير، 5 6 معلمين في فصل عشان يعملوا حوار مجتمعي جوه الفصل يشمل كل الامور، او ياخدوا الطلبه دول ال10 مدرسين او ال6 مدرسين او العدد الكبير من المدرسين، ياخدوا الطالب او الطلبه دول جوه المجتمع ينغمسوا فيه عشان يعلموهم اللغه دي. دي طريقه يعني عبقريه لكن مش هتتم. فضلا عن ان معلم اللغه احيانا وهو بيستخدم اللغه اللي بيعلمها كمعلم لغه عربيه بيستخدم لغه هو مش، مع احترامنا للجميع يعني، مش على درايه كافيه باللغه العربيه، مش مستخدم جيد للغه العربيه، شخص بينطق حرف الثاء سين، شخص بينطق حرف الظاء زا، شخص بيخطئ في الحروف، فهو هو نفسه محتاج يتعلم. لو لصينا الامور دي على بعض فالاجابه ايوه، انت محتاج لغه بسيطه عشان تدرس اللغه الانجليزيه، وايوه اللغه الوسيطه دي لازم تتحط بقدر معين وبشكل معين، ولازم يبقى الترتيب بتاعها فيرست ثينج فيرست، الاهم فالمهم، وتبدا تشيل المهم وتسيب الاهم، وبعد كده تشيل حاجه بحاجه، ويفضل الشخص ده متعلم للغه الانجليزيه بيستخدم الاساسيات اللي يجيب بيها في المستقبل كلمات تانية. طب هل بعد كده لما يتطور شويه هتلغي اللغه الوسيطه؟ استحاله اللغه الوسيطه هتتلغي، لا دلوقتي ولا بعدين، ولا مني ولا من غيري، ولا من الشخص اللي عايش بقاله 100 سنه في بلد تانية. كل مرة أنت ما بتعرفش فيها كلمة بيتم استخدام لغة وسيطة عشان تعرف. اللغة الوسيطة دي يا إما أنت بتستنتجها من خلال الحوار، يا إما الشخص المعين ده بيستخدم لغة إنجليزية عشان يشرح الكلمة دي، فدايما في لغة وسيطة. ده طبعا بيعتمد مقدما على تعريفنا لمفهوم اللغة في الأساس. فبما إن اللغة هي الحاجة اللي إحنا بنحاور بيها بعض، واللي انحصر مفهومها في الفترة الأخيرة بالنسبة لطالب تعلم اللغة الأجنبية في اللفظ أو في الجملة بمعنى أدق، فإذا الباقي يعتبر لغات مستقلة. وإذا اعتبرت إن اللغة نفسها هي الإشارة والحركة والكلام كمجمل، وإن الكلام ده جزء منها، فإحنا كده دخلنا اللغة الوسيطة جوه اللغة وبرضه استخدمناها. أتمنى يكون فكرة إنجليش عربي وضحت، وأنا متبني الفكرة دي، وأي رد هرده في أي وقت على أي حاجة هيكون بناء على فكرة تعليم اللغة الإنجليزية من خلال اللغة العربية، وبالفعل أنا طبقتها ونجحت كتير. وأول حد طبقتها عليه كان أنا، يعني أول حد طبقت اللغة دي عليه أنا في لغتين، طبقتها في اللغة التركية وجبت نتيجة فيها في أقل من 3 شهور بجد، وكنت بطبقها لأني بقيت أقول لنفسي ما يمكن أنت عشان بتتكلم إنجليش الموضوع بالنسبة لك سهل زي اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وأنت بس عشان الموضوع بالنسبة لك لغة فشايف إن هو حاجة بسيطة، في حين إن الناس التانية لا مش حاجة بسيطة، قلت خلاص أروح للغة أنا ما أعرفش عنها حاجة. وفعلا رحت طبقت نفس الفكرة على اللغة التركية ونجحت، طبقت نفس الفكرة على اللغة الإيطالية ونجحت، لكن ما كملتش في اللغة الإيطالية للأمانة. ومتأكد إن لو في الدافع الكويس والوقت الكويس موجودين أي لغة تاخدش 3 إلى 6 شهور بشكل
يعني كافي جدا ان انت تقدر تمارسها تحدث واستماع وكلام وكتابه. وطبعا السرعه انت بتكتسبها مع الوقت، محدش بيديها لك، من خلال المحاكاه ومن خلال الانخراط في المجتمع ومن خلال استخدام اللغه ومن خلال مصطلحات جديده انت بتكتسبها مع اختلاف السياق اللي انت بتتكلم فيه. اتمنى يكون الموضوع واضح، واسف على الاطاله، ولحد ما نشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه في اجزاء جديده لها علاقه بفكره انجليش عربي. السلام عليكم ورحمه الله.